خير شو في؟ ليش اجيت على الحار؟ هيك بدون اهلا وسهلا؟ يا ستي ما تواخذيني، بس لما اجى بدر وخبرني انكم انتم هون بالخالد لحالي صاير شيء، يا ميت اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا وانستوا. يزيد شرفك سهري. كيفك محاتي؟ والله زارتني البركه. الحمد لله منيحه. سؤال، حسن وبدر الدين وينهم؟ بدر الدين عم بيودي بضاعه، وحسن بيكون داير بالسوق، خير شو في؟ هدول الاثنين اليوم عاملين فينا فصل وفصل. احكولي شو عاملين؟ لطربق الدنيا فوق راسهم هن اثنين؟ مو لهالدرجه، طول بالك. طيب احكولي فهموني. الله يصلحهم ويهديهم. محاتم مشان الله احكيلي. هن ما حكوا قدامك انه بدهم يبعتوا اهلياتهم لعنا على البيت؟ ابدا. اكيد؟ اكيد. فهموني شو اللي صاير مشان الله. بصراحة خالاتي ام حسن وام بدر الدين اجوا لعنا اليوم مشان يخطبوا صالحة. شو عم تحكي؟ اثنيناتهم قدفة وحدة؟ ايه نعم. الله لا يعطيهم العافية على العملة، شو مالهم شايفينك كيف طايشين ولاشين على عمي ابو طالب؟ عجبك يا سهري؟ لا والله ما عجبني، بعدين هلا وقت الخطبة والجواز؟ لذلك قلنا بنجي بنحكي لك مشان تنبه عليهم اثنيناتهم، بس بالهداوي من بعد اذنك، يعني لحنا بس يرجع ابي بالسلامة بنتشرف فيهم اثنيناتهم. لك شرفهم خنان اللي قطع راسهم هن اثنين، بعدين ما يحكوا لي يحطوني بالصورة، وما بيعرفوا انه المستورة معندي ومو راضيانة ان شاء الله بيكون ملك الفرس. السلام عليكم. اهلين اهلين بالمعلم بدر الدين، اهلين يا كبير، وين كنت يا بي؟ كنت عم وصل للحاج مصطفى طلبية وجاي اخذ لسعيد افندي. ايه شرف وتشوف شغلك، روح. امرأة امي طبعا. يلا من اذن سهري. الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. برضاي عليك يا طلال، شوي شوي عليهم. ايه بصير خير، توكلوا انتو. صحي، خالتي ام حسن كانت عنا بالبيت وقالت انه عريس الزين رح يشرف فيه الكم يوم، فجهز حالك. يا ميت اهلا وسهلا فيكي وفيه. ايه بقى يعني لا تغيب عني. بأمر عيونك أنا، المهم أنت تديري لي بالك على حالك. الأمان بالله ابن عمي، خاطرك. الله معك، الله معك محاتم، ليكي ريحي لي حالك، ها؟ لا تتعبي حالك. بدر الدين؟ ولاد بدر الدين؟ مر عمي طلال؟ بتروح بتخلقه لحسن خلقه، بتدور عليه بكل الحاره، بتجيبه وبتجي لعندي على حالك. وحرك خير في شي عمي طلال؟ لك وحرك. لك شو العمل اللي عاملينه انتو اثنين؟ الله يصوب وشكون يا رب. لك لو قالوا لي، لو حطوني بالصورة انه بدهم ينضربوا على قلبهم ويخطبوا، هذا اكيد لاتين بين بعضهم وغيرانين من بعض وعم يتسابقوا ليشوفوا مين بده يخطبها للمستورة اكيد. ولا شو هالصدفة؟ شو هالصدفة اللي بتخليهم اثنيناتهم يبعتوا اهلهم بنفس اليوم؟ لك رح جن؟